بقى يا عم بتعمل ايه؟ بقى يا عم بموت واحد رخم، انت بتعمل ايه؟ انا بكلم العيال اهو. امال ايه؟ هتقول جاي؟ رحت تصوير النهارده ولا ايه؟ امتى؟ النهارده؟ طب سيب لهم كده استعجال. النهارده؟ فين السكريبت؟ انا قلت لك كام مره ما بحبش حد يشيل ايد فوز من العربيه. انا اسف والله، فين السكريبت؟ سكريبت ايه؟ بتاع الحلقه. هم اللي سكريبت. ميشو يا بوب اتكلم. ميشو ماله؟ مش فاهم ده اللي بقوله. في عم سكريبت سكريبت. كلام يا طه. طه تعالى يا استاذ. يا طارق يا حبيبي يا تعالى. يا طارق يا حضرتك. سألت السؤال مرة عن السكريبت قال لي معاك. بيطلع عارف اللي معايا. انت سكريبت معاك؟ انا بقى بص بيهزر على فكره وهو طالع قوي. لا 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 الحلقه. طب سؤال بس، فين في راسك؟ وصل بره. يا بيشوف يا عم بجد والله فين في راسك؟ السعوديه يا عم. هو مهم السعوديه اللي هو يجيب سبعه. تعرف يا عم انت عايز امي سلام يا عم والله انت مقلقني. انا ما اعرفش انها حلقه اصلا. طب وانت ايه؟ انا بقول لك ايه يا حبيبي؟ عايز اكتب، عايز سكريبت عشان اكتب اقرا منه. انت مش بتكتب؟ هقرا منه. بص يا طارق ايه يا حبيبي؟ انا مش هتعب. احنا ما توطي يا عم البتاع ده. انا احنا ما كتبناش والله؟ يا عم اعمل ايه طيب؟ الحرب يا عم بتضحك على ايه بقى؟ يا عم اللعبه دي حركه الرابع. الرابع ايوه كل ايه؟ لا جامعه. ما انت بلاش قالش بقى يا ريت. لا جامعه بجد يا بجد. اه ايوه ها سكريبت سكريبت. ايوه هتنتجوا. ايه موت اهلا بيكم في رابع حلقه معفن. احنا طبعا ناس كتير سالتنا احنا ليه بنتاخر في الحلقات وكده. احنا كلنا طلبه تقريبا، كلنا في جامعه يعني، كان عندنا ميد ترم وفاينل فاحنا بنمتحن على طول. الموضوع بالنسبه لنا تسليه. عايزين نوجه رساله بقى والكلام ده، بس في الاول وفي الاخر تسليه. كل واحد فينا بيعمل حاجه لاول مره، فالموضوع بالنسبه لنا مش انتظام او لسه ما وصلش لمرحله الانتظام. ان شاء الله نوصل لها في مرحله ما. طبعا احنا بنفتقد في الحلقه دي فراس ومهند. افتقاد الشيء لشيء. اول حاجه احنا لازم نقولها ان احنا برنامج هادف محمول. حلو يا باشا. طبعا انت كطالب اول ما بتذكر اسم الجامعه قدامك بيجي قدامك مشهد الباشا تلميذ، انك هتنزل بقى ضرب كل حاجه على الحبل وانت الشاب الفشيخ اللي هتحط على كل الجامعه. انت بتبقى نازل جامعه شكلك، طبعا انا لازم اقول ان انا كده شكلك كده، هو المفروض يبقى كده. لا انت فاكر ان شكلك كده برضو، الناحيه دي برضو مفيش مساحه هنا فانت كده. طبعا البنات بنازلين عرض ازياء وعن كميه الكعوب اللي بشوفها بقى اول يوم. برضو حاطين بودره كتير قوي يعني ممكن نستخدمها في حاجات كتير، زي في حالاتنا اليوميه زي العيش، في المناسبات زي الكحك والبسكوت والبتفور والكلام ده. يعني صورتها كده بالبودره لو شلناها صح مش ولا ايه؟ طبعا انت بتبقى نازل اول يوم مش فاهم اي حاجه، نازل قشطه لناس كده وهادي لانك لسه ما خدتش اي حاجه، بس هتاخد كتير قوي قوي قوي. مش خدت طه؟ خدت كلنا خدنا. بتنزل اول يوم في بعض الجامعات بتعمل ويلكم بارتي، المفروض بيعرفك ازاي هتمشي في الجامعه وبيحفزك كده وما بيخوفكش، ان هو بيشيل من عليك التوتر انت طالب في اول يوم يعني. زي ما هنشوف الفيديو ده. الحناوي رئيس جامعة المنصورة بعمل جولة داخل حرم الجامعة سيرا على الأقدام في أول أيام الدراسة لتهنئة الطلاب الجدد بالعام الدراسي الجديد. رئيس جامعة المنصورة بيتكلم في طلبة كلية التجارة. الله، ولو كملنا التقرير هيتصور معهم صور سيلفي. الله سلام. يس أكيد الناس دي جاية تسمع حاجة هتحفزهم إزاي يمشوا في الجامعة، حاجة مفيدة. Yeah.
ايه ده؟ بالنسبة برضو دعم الطلبة للجامعة، دعم الجامعة للطلبة. انا شفت خبر قبل الميدترم بتاعي باسبوع، بس في ناس في جامعة المنصورة لتحفيز الطلبة على المذاكرة. طبعا خلصت سكاشنك ومحاضراتك وبدأت تتهبط شوية، في اول يوم هتروح بقى الكافتيريا تشرب حاجة تاكل حاجة بتاع، هتدخل برضو على اول يوم عارف الواد بتاع الكافتيريا زي الباشا تلميذ برضو جايب لك نسوان وبتاع، تروح داخل انت فاكر ان الدنيا سهلة جدا، تلاقي ام تلاقي لها ان الله واقفة لك، هيبقى زي البتاع ده بالظبط. ولو ربنا كرمك وجبتهم الحاجة بشكلك عامل كده بالظبط، تنزل برضو متوقع انك هتدخل المدرج تطلب من زميلتك الكشكول بتاع لو سمحت ممكن الكشكول، هتقول لك طبعا تمام، طب ده رقمي كمان لو احتجت اي حاجه يعني معايا. لا في الواقع بقى انت بتدخل بتطلب منها كشكول المحاضرات برضو فعلها كده، امشي انا امشي غور امشي يا انسى بقى اللي انت شفته خالص في الفيلم، تعالى بقى هنا في الواقع بقى في الدكاتره في المحاضرات وفي الزمايل اللي انت عندك وفي الجو. طبعا يا جماعه الكلام ده مش في الجامعه الحكوميه بس، يعني بيحصل برضه في الجامعه الخاصه، زي ما حصل مع واحد صاحبي في اكاديميه بدون ذكر اسمها، اكاديميه الدلتا للعلوم والتكنولوجيا اللي في طلخه، هو في كليه هندسه. اول يوم ليه في الجامعه داخل، انا داخل جامعه خاصه بفلوسي اكيد، جامعه محترمه ونظيفه جدا بتاع الناس اللي فيها نظام، بغض النظر عن اللي شافه وهو رايح السكشن بتاعه، هو داخل سكشن انجلش، دخل لقى الدكتورة بتقول له تو ليت تو ليت، قلت لها المفروض هي الدكتور اصلا الاكسون بتاعتها تبقى حلوة الاكسون دي، نزل يشتري حاجة بيجيب لحظة مون جيني، بيقول له عايز مون جيني بالشوكولاتة وميريندا برتقال، جابها له مولتو بالجبنة وسبن القهوة. المشكلة مش في كده، المشكلة ان هو مقتنع انه صح انه ما عملش حاجة. محمد طارق كنت في الثانوية عسكرية شقي مشو فاكرني صاحبي ولا شفته اصلا في السنة ولا اعرفه. بالنسبة للدكتور بقى لازم نفرق بين الدكتور في الجامعة الخاصة والدكتور في الجامعة الحكومية. الدكتور في الجامعة الخاصة بيدخل يا حبايبي اخباركم ايه عاملين ايه الامتحان كان صعب ليه يا ولاد، طيب محمد اعملوا امتحان تاني يا حبيب قلبي، ايه المادة كبيرة كم صفحة؟ 100 طيب اوكي خليهم 50 يا حبيبي متلاش ماشي، لو احتجتوا اي حاجة كلموني، يلا باي باي يلا باي على رنات بقى. طبعا ده بيحصل لك رمضان صح؟ عشان انت ابن العميدة. ايه اللي بيحصل؟ ده الدكتور بيقول لك على الموبايلات بقى يلا. اما بالنسبة للدكتور في الجامعة الحكومية داخل متعصب جدا، يا اولاد بقول لكم ايه الكتاب 400 صفحه الملغي صفحه 3 وصفحه 7 اللي هم في المقدمه اصلا هي مش معانا، يا دكتور الامتحان صعب ما فيش الكلام ده، ما فيش امتحانات صعبه، انت ليك الكتاب كله ماليش دعوه تفهم بقى ما تفهمش يلا روح ماشي وسايبه. طبعا الطلبه اصلا بتبقى نازله ثلاث ارباع نازله عشان نسوان، ما فيش حد نازل يحضر زي درس وكده، فبيخرج من الامتحان اكيد الدكتور قال حاجات مش موجوده في الكورسات، فيدخل انا حليت كله يا عم ازاي الدكتور جايب حاجات مش في المنهج، لا ده هو قالها في المحاضره بس انت مش موجود، يا عم انا ماليش دعوه انا ورا الكورسات قال كده، ايوه ماشي بس هو قال لنا في المحاضره هقول لكم حاجات هتيجي في الامتحان مفيش، هو مش راضي يقدر. بالنسبه للدكتور برضو انت اكيد انت مش بتعصف الطالب اللي معاك، انت مش بتطلع فيه عقده دكتور عملها فيك وانت طالب، فبتعملها فيه عشان هو يبقى متعقد يروح مطلعها في الطالب لما يبقى هو دكتور. الدكتور المفروض بيفهمك الحاجه انك تعرفها معلومه شخصيه لنفسك قبل ما تحطها في الامتحان، ده على المراحل كلها يعني الابتدائي واعدادي وثانوي. برضو الطالب يعني الطالب لازم يحس الدكتور ان هو معاه ان هو ما بيكلمش نفسه ومشاركه، يعني انا كان عندي دكتور بصراحه برغم بغض النظر عن ان انا مختلف معاه في الناحيه الاداريه لانه هو كمادة علمية وكان بيشارك الطلبة معاه جدا، الطالب لو قعد زي ما هو الدكتور هيفضل يديله في الكمية كمية 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 مش هيفهم أي حاجة، هيدخل الامتحان برضه مش عارف يحل. الدكتور لازم يقلل الكمية اللي هو بيديها، اسأل الطلبة في المحاضرة خليهم فاهمين معاك خليهم نشيطين على طول، حاول بقدر الإمكان إنك
تحسسهم انك قريب منهم، مش هيطلع شخص فاهم مش بصمجي زي ما احنا في مصر يعني. المراحل اللي فات كلها من اول ابتدائي، من اول ابتدائي ده اهم مرحله، انك المفروض تديله الاحساس انك شخص هتطلع تبقى حاجه كبيره في المستقبل. اكيد لو حفظته وضربته وزعقت فيه كل شويه اكيد هيطلع شخص مش فاهم اي حاجه، هيبتدي يحفظ لك يعمل واجباته يغشها حتى عشان ينجح. بس مش لازم تعتمد على الفهم اكتر من الحفظ، مش بقول لك الغي الحفظ لكن اكيد الفهم احسن. حاجه اخيره اقولها بس، الدوله بقى، الدوله لازم تصرف على التعليم اكيد اكتر من اللي احنا بنصرف عليه. مصر وهي من الدول المتقدمه طبعا من ناحيه التعليم، بتصرف من 3-5% على التعليم، بينما بعض الدول المتخلفه بتصرف اكتر من 50% من الميزانيه على التعليم. اظن ان الدول دي متخلفه جدا جدا جدا، صعب انها توصل لمرحله دي. نهاية الحلقة احب اشكركم واشكر كل الناس اللي واقفة ورانا، لان الناس دي هي اللي هتوصلنا اللي احنا عايزينه، توصلنا ان احنا نعمل الرسالة اللي احنا عايزينها. تابعونا على الفيسبوك بيج عارفينكم بالفرانكو، على تويتر هاشتاج عارفينكم بالعربي، على اليوتيوب عارفينكم برودكشن. استنونا الحلقة الجاية معكم.